الغاضب أمام الكاميرات والشرطة رشيد نكاز عندما داخل مجلس النواب الفرنسي للاحتجاج على قانون منع النقاب غير الدستوري برأيه. مرحبا. نكاز ليس إسلاميا لكنه يعارض النقاب في الإدارات العامة ويؤيد حرية ارتدائه في الشارع ويبيع منزله ليسدد عن كل منقبة غرامة 150 يورو. قررت تأسيس صندوق تضامن لتسديد كل الغرامات ولتمويل هذا الصندوق بمليون يورو. سأبيع منزلا أملكه مع زوجتي. هناك 500 امرأة ترتدي النقاب ويحتاج دفع كل هذه الغرامات إلى مليون يورو سنويا. المرشحات إلى إرسال الغرامات إلى رشيد نكاز ليسددها كثيرات ولن يتراجعنا بسهولة. منذ التصويت على القانون تنتابني الكوابيس كل ليلة. أرى نفسي عارية في الشارع عندما أفكر أنهم سيجبرونني على خلع ملابسي. لن أخلع نقابي، سأقاوم بما توفر لي من وسائل قانونية. ويروج نكاز بمناشيره بين جمهور المنقبات في ضواحي باريس لعصيان مدني مشروع من أجل النقاب. الترحيب جواب من سيغرمنا غدا. إنها مساعدة كبيرة، ستشجعنا على ارتدائه أكثر في الشارع. وتمنح المليون يورو عاما إضافيا للمنقبات في الشارع الفرنسي لمقاومة المنع بدفع الغرامات. سيصبح القانون غير قابل للتطبيق وغير فعال. لماذا؟ لأنه بفضل صندوق التضامن ستواصل النساء ارتداء النقاب في الشارع. فضلا عن عرض منزله للبيع، رشيد نكاز يقول بأنه تلقى 37,000 يورو بعد يوم واحد على تأسيس صندوقه، لكن دفع غرامات المنقبات لن يبدأ قبل ربيع العام المقبل عندما يدخل القانون حيز التنفيذ وتنطلق مطاردة النقاب في الشارع. محمد بلوط، BBC باريس.